السلام عليكم اخويا. كيما قلت لك دابا المشكل اللي عندي هو ان الجهاز ديال الفانكويش 540 برو ما تيتكونيكتاش ليه مع الكاسك، فهمتي؟ دابا انا راه تنخدم الكاس، دابا شوف هذا شحال دابا الجهاز ياك جوج كاع حركه شويه وغنشعل هذا ولكن ما تيتكونيكتاش. شنو هو المشكل؟ شي دابا نديرو هكا ما تيتكونيكتاش، واه الصوت تيبقى يتسمعي من تما، ما عرفت علاش فين كاين المشكل. المشكل هو اننا ملي تنخدموا هذا وهذا البلوتوث ما تيلقاش الكاسك، شنو غنديروا؟ تنكليكيو على هذا البلوتوث، هذا تنكليكيو عليه بحال هكا، تدي بحال هكا بحال قلتي تتلغي ديك الطريقه الاولى وتبدا الطريقه الثانيه، يعني طريقه جديده، غادي يلقى اي كاسك بلوتوث خدام قريب من الجهاز. شتي دابا راه غادي تكونيكتا نورمال، تنكليكيو على هذه بحال هكا، شوف تكليكي حتى تسمع الصوت بحال هكا، تحيد اوتوماتيكمون غادي تلاقى مع الجهاز، غادي يخدم عاوتاني مع الكاسك. الطريقه راه ديال باش تكونيكتي الكاسك بلوتوث الا عندك فيه مشكل ما باش يخدم لك.